واحد يقول طيب ايش حكم انسان مسلم والعياذ بالله تبارك وتعالى نصر الكفار باي طريقه من الطرق، تجسس لهم، عمل عينا لهم، دلهم على بعض عورات المسلمين، ربما قاتل معهم حتى، قاتل ضد المسلمين، هل يكفر بهذا؟ بمجرده لا يكفر، لكنه في خطر عظيم عظيم، يتاخم الكفر والعياذ بالله، يتاخم الكفر. والدليل قصة حاطب ابن أبي بلتعة الصحابي الجليل من أجلاء الصحابة، وشهد بدرا وله مواقف مشهودة وسمعته حسنة، لكن فلتت منه فلتة، فلتت منه فلتة، وأي فلتة؟ القصة معروفة في الصحيح طبعا وفي السير، حين بعث مع ضعينة جارية كتابا أخفته في عقاصها في ضفائرها أيها الإخوة دون أن يعلم أحد بهذا، وجاء الوحي ودل الرسول الخاتم على ذلك، والنبي بعث جماعة من أصحابه فيهم علي والزبير وقال أدركوها وستدركونها بروضة خاخ. شيء عجيب، حدد له المكان، قال حين تنطلقون الآن ستقعون عليها في روضة خاخ والكتاب معها. فعلا خرجته من عقاصها فإذا فيه كلام من حاطب ابن أبي بلتعة إلى جماعة من سادة وسادنة الكفر بقريش يخبرهم ببعض خبر رسول الله فيما يتعلق بماذا؟ بنية رسول الله فتح مكة بعد أن خفرت قريش بالعهد والذمة واعتدت على خزاعة حلفاء النبي في القصة المعروفة. فأراد النبي أن يجعل الفتح سرا. لماذا؟ ضمانا للنصر، أنه يدهمهم دهما، ثانيا أيضا وتقليلا للدماء والضحايا، تقليلا للدماء، وهذا مكان بفضل الله تبارك وتعالى. فكتب لهم، فقرأ النبي هذا، قال ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، كان حليفا، لم يكن قرشيا صميما، كان من حلفاء قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من كان من المهاجرين معك لهم قرابات في قريش يحمون بها أموالهم وأهليهم، فرأيت إذ فاتني ذلك من النسب في قريش أن أصطنع يدا عندهم، فقلت أشتغل لهم جاسوسا في هذه المسألة، أقول لهم خذوا حذركم، محمد على نية أن يدهم مكة. والله أتكلم شعر بدن يقف رضي الله عنه ورضاه، شيء عظيم. شوف الشيطان، نسأل الله العزم والحفظ، حتى صحابي جليل وبدري وما شاء الله عليه، ولكن غلطة يا لها من غلطة، فلتة يا لها من فلتة، خيانة، خيانة للدولة، خيانة لله والرسول، لكن فلتت منه سبحان الله. حرص فطري على أمواله وعلى على أهله وقرباته لئلا يذبحوا هناك، لئلا يذبحوا. قال اصطنعت هذه اليد من أجل هذا الغرض، ووالله يا رسول الله ما فعلته كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. قال عليه الصلاة وأفضل السلام أما صاحبكم فقد صدقكم، وفي رواية خلوا سبيله. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنق هذا المنافق أي بسيفي. فقال يا عمر وما يدريك، وما يدريك لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب بدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعوذ بالله من الخذلان. إذن يا أخواني هذا الرجل صحابي جليل لم يكفر ولم يرتد على أنه فعل فعلة يا لها وما أشنعها من فعلة. لماذا؟ لأنها لم تأتي عن مواطأة القلب ولا عن محبة دينهم ولا الرضا بكفرهم، ولو فعل والعياذ بالله لكفر قولا واحدا بلا مثنوية، لو أنه حبا في كفرهم، حبا في وثنيتهم، وحبا أن ينتصروا على الإسلام والتوحيد لكفر بلا مثنوية، لكنه لم يفعل. ولذلك الصحيح في حكم الجاسوس هو مذهب الإمام مالك، أعدى الأقوال وأصح الأقوال في الجاسوس وحكم الجاسوس وماذا يحكم عليه به هو قول الإمام مالك. ماذا قال الإمام مالك؟ قال يوكل أمره إلى السلطان، الإمام هو الذي يستطيع أن يقدر الحالة من جميع حيثياتها وجنباتها ثم يحكم، ثم يحكم. وهذا اتفق في التاريخ، يعني ابن عباد هذا صاحب إشبيلية استعان بالنصارى الصليبيين على إخوانه اللمتونيين، ولكن الله خذله والعياذ بالله، وكان منه ما كان، ووقع في يد علي بن يوسف بن تاشفين الأمير الجليل، وكان صاحب سلطان وكان قاسيا وشديدا علي بن يوسف بن تاشفين، فأفتى كثير من العلماء بردته ووجوب قتله، وبعضهم أفتاه بأنه لا يزال مسلما، فعل هذا من باب ماذا أيها الإخوة؟ من باب شفاء الضغائن والانتصار على من تكره. طبعا
الآن لا يقال مثلا في مسلم نصر غير مسلم على بعض المسلمين ممن يبغضهم لحزبية أو عصبية أو عرقية أو قبلية أو دولتية، هذا من دولة وهذا من دولة، تعرف نزاعات الدول العربية الآن، إنه كافر لا نستطيع أن نكفره، لا نكفره بالمعونة بمجردها حتى يجتمع إلى معاونته الكفار على المسلمين ماذا؟ حبه لدينهم وتفضيله دينهم على دين الإسلام أو حتى عدله به، هذا كفر، خروج من الملة. فمسألة التكفير بالذات، مسألة التكفير مسألة ضيقة جدا جدا. الأفضل لكل من أراد الخير لنفسه أن يبتعد عنها ويتجافى منها، يتركها لمن؟ للقضاء. إيش دخل حتى المفتي فيها؟ اتركها لقاض يخضي فيها، قاضي. ومن هلي القضاء فقد ذبح بغير سكين.